مني لجميع أهلي أولاً كنعيدهم وكنعيد جميع أهل حنان، أهل رافائيل، أهل الملكة هايدي، أهل نسيم وأهل مروان وأهل دينا. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله توحشناكم وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وكل واحد يقول كلمة للأهل ديالو. أنا تنبغيكم بزاف الوالدة وإياد الجزائر على اهل تونس ومصر ولبنان وسوريا وليبيا. ما كندوش على الدول، المغرب العربي، كندو على الاهل، على العائله. وتحيه لجميع عائله ديال الستار اكاديمي عليكم يا رب، وان شاء الله تكون سنه الخير عليكم، وكنبغيكم بزاف. وكل واحد يقول كلمة ديال الاهل ديالو اللي توحشهم بزاف. حنان، معنا حنان تنى. أحلى عائلة في العالم. شكرا حيت خلقتوني، شكرا حيت نتوما والديا، شكرا على التربية اللي ربيتوني، وكنحماق عليكم وتوحشتكم بزاف بزاف. وئام توحشتك، دعاء توحشتك، غفران توحشتك، أبرار توحشتك، توحشتكم بزاف أخوتي، وإن شاء الله نشوفكم ما بقى والو، وكنموت عليكم. وماما مومو عينيا، كنموت عليك. بابا حياتي كلها. سنة سعيدة تاس، سنة سعيدة إن شاء الله تدخل عليكم بالصحة والهنا، وتكونوا ديما حدايا ومعايا. يا أحسن عائلة في العالم كله. مين عايز؟ ونبغي نعيد من المغاربة كلهم، ونبغي نعيد المغاربة كلهم في المكان، الجالية المغربية والمغاربة وعاش الملك واللي خدك علينا. مع الكاميرا دي ما هو مفيش كاميرا بتبص عليا. بص قلت بص على دي. عايز اعيد كل الأمة العربية، الخليج العربي، مصر، لبنان، المغرب العربي، اقول لهم كل سنة طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. 2016 تبقى كلها كده بركة وخير وسلام. وعايزة أعيد طبعاً أهلي، حبايبي، أمي وأبويا وأخواتي ومنصورة ومصر كلها، وأقول لهم إن السنة الجديدة دي ما ينفعش حد يعني يروح فيها وهو زعلان من حد. أي حد زعلان من حد يسامحه ويعديها له، ويعرف إن دي صفحة جديدة ودي سنة جديدة علينا. واتمنى من كل قلبي ان شاء الله تكونوا فرحانين بينا هنا كل اصحابي، ونكون بنعمل حاجه كويسه بره، ونطلع لكم كده نجوم فرحانين بينا ومننا وفينا. انا بدي اعيد كل العالم العربي والعالم. دخليك في بس بدي اشيل الميكرو بس من هون. بدي اعيد العالم العربي والعالم ككل، من لبنان، من لمصر، لتونس، للمغرب، للجزائر، للمغرب العربي كله. بدي أقول إن شاء الله يا رب 2016 تحمل مع أيام حلوة ولحظات أحلى، وتطوي 2015 مع كل السيئات اللي كانت فيها، وتكون كلها إيجابيات بال 2016، ونكون كلنا والله يوفقكم، الله يوفقكم كلكم ويخلي لكم أهليكم ويضلكم لأهليكم. مرسي حنان، ويخليكم لأهليكم ويضلكم بصحة وعافية، ويا رب تكونوا على قد هالمسؤولية اللي قررتوا انكم بدكم تتحملوا، بدكم تفوتوا فيها. ان شاء الله يا رب توصلوا للي بدكم اياه ولا شيء يعيق طريقكم. بحبكم كثير فردا فردا، ولازم كلنا نفتح صفحة جديدة على 2016. لازم كل حدا يفضي قلبه من أي شيء معصبه ومزعله، أي ستريس، أي هم، أي زعل بأي مطرح وبأي ظرف. وبحبكم، وبدي أعيد أهلي، بدي أقول للماما بحبك كثير، وبدي أقول للبابا بحبك كثير. مايك خيي بحبك كثير كثير كثير، مايا بحبك كثير كثير كثير، وماريلين بحبك اكثر. بدي اعيد اهلية بي واهلية امي ككل، وبلاد جبال كلها ولبنان كله. وثانك يو. وبدي اعيد اكيد بعد الفانز، احلى فانز، ثانك يو.
على كل شيء. بحبكم ان شاء الله تكون هالسنه يا رب سنة خير عليكم. تفضل. انا مساء الخير. نحب نعيد العالم العربي الكل ونقول له ان شاء الله كل عام نحن حيين بخير، وان شاء الله 2016 يكون سنه الخير علينا ان شاء الله الكل، ابتداء من ستار اكاديمي هون الى الجمهور الى العالم العربي المحيط للخليج الكل. ونحب نقول صحابي توحشتكم الكل، وان شاء الله 2016 اللي ما عملناهش في 2016 في 15 نعمله في 2016. وعائلتي ان شاء الله يا ربي الله يحفظنا في 2016 ان شاء الله، وكمان اللي ما حققناش في 2015 نحققوه في 2016 ان شاء الله، وصحابي توحشتكم برشا. شكرا أخ نسيم، وكل عام وأهلينا بخير، كل عام الأمة العربية بخير. وندب الكلمة لصاحب المطعم وصاحب الدي جي عباس. طبعا إن أنا أول سنة سعيدة على أهلي ويا رب يكونوا بخير، وسنة سعيدة على مامتي وبابايا يا رب يكونوا بخير وصحة كويسة ويخليهم لي. وبحب أقول سنة سعيدة على كل الصحابي اللي موجودين هنا، أصحابنا اللي مش موجودين اللي خرجوا، يا رب كل سنة سعيدة عليهم ونحقق كل اللي احنا نفسنا فيه السنة الجاية، ويا رب إن شاء الله بإذن الله تبقى سنة سعيدة على الوطن العربي كله، نكون كلنا مبسوطين مرتاحين، نبعد عن أي مشاكل كانت بتحصل في السنين اللي فاتت، وتبقى فتحة خير علينا ان احنا نقدم كل اللي احنا نفسنا فيه. وبحب اقول برضو سنة سعيدة على ادارة ستار اكاديمي، ومرسي جدا على كل اللي عملتوه عشاننا، واحنا مبسوطين ان احنا موجودين معاكم السنة دي، ويا رب تكونوا مبسوطين بينا وعلى قد الثقة اللي انتوا حطيتوها فينا. يا مرسي. واحلى تحية لادارة ستار اكاديمي على وسنة سعيدة على الكل. وكنبغيو نقولوا كنبغيو رافائيل يقول الكلمة للأهل ديالو بمناسبة السنة الجديدة. يلا ضاع. يلا. والموت واقف. حلو. بنص العزف. بنص العزف حابب إلكم تدفوا منيح. بنص العزف حابب إلكم تدفوا منيح. توقم الجريب جابي، توقم الجريب بليز ماما، توقم الجريب بابا، توقم الجريب، دفي حالك منيح. ان شاء الله تكونوا مولعين الشوميناه وقاعدين حدا وهيك دفيانين، واكيد مستفقدين اللي بالبيت للورش اللي بكون عاملها بالبيت من اوضه لاوضه، وكسر بواب وكسر هذا وصريخ وزفه وكذا. ان شاء الله تكونوا مبسوطين. وحابب حابب اوجه تحيه لاخوالي كلهم. احلى تحيه لاخوال رفيال شيبان، سيمون، نعيم، سامي، سمير، لعمتي منى، كون كلهم مجموعين هلا. وان شاء الله بتكون سنه، ان شاء الله تكونوا مبسوطين فيي وفخورين فيي. ودفوا منيح خلص. ودفوا منيح، دفوا منيح، وتوقوا من القريب. حابب اقول ميري كريسماس وهابي نيو يير لماريا كوزينتي صغيره، وديا وميسي وكريستينا، وناتالي وساره، ولعمي طونيا. حابب وجه تحيه لعمي طونيا، ولماريو وبتينا، ولجاد ومجد وغدي بكندا، ولستة تيتا أنا، ولجدة
وتوقم الجريب توقم الجريب وتدفوا منيح. حج ان شاء الله تكون بسط بالايفال اللي عملت لك اياه، وان شاء الله تكون سنه خير. يعني ما حاحكي، ما بعرف، انا ما بحب طوي كثير بالحكي مثل ما ملاحظ، مثل ما ملاحظين ما بحب طول كثير بالحكي، ما بحب اللف والدوران. بحب اتمنى على الشباب كله هون سنه جديده وحلوه ان شاء الله. هالمرحله وصلنا لها كلنا حلوه، مين ما وصلنا مرحله حلوه ان شاء الله. كلكم بنشوفكم نجوم، كلكم تستاهلوا. حابب وجه تحيه لكل الفانز فردا فردا، وحابب اشكر بهالليله ومطرح ما انا واقف هلا هلا تحديدا، تحيه كبيره لاهل الابيات، تحيه لكل شخص بالابيات دعمنا وضيعتي وجايك يا ابيات. بدي ولع الدنيا فيكم، بدي ولع الدنيا عندي. بحبكم كثير، تحيه كثير كبيره مره جديده لاهل الابيات ولأهل عجلتون وللبنان كله. إن شاء الله نكون فخورين فيي وبمروان وبمبال وبشانتال. إن شاء الله نكون مثلنا لبنان بصورة حلوة. وحابب قول هابي نيو يير للفانز. ما بيحب يطول رافائيل. ما جايين كلنا، عاد هونيك بليز. بس أنا حكيت بس بدي أقول شيء. عاد تحية لمدينة سليمان. تحية لمدينة سليمان من عندي. أحسن أحسن مدينة. وآسفة. تحية لبور سعيد. بور سعيد. للمنصورة. الناظور. تحية كبيرة للناظور، من أكثر المناطق اللي دعمتنا، دعم حنان وإيهاب. بشكر شعب المغرب، بشكر مصر، بشكر الخليج، بشكر الأردن والعراق، كل 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 دول عربية بشكرهم. حبيب مرة جديدة أشكر بهالوقفة، إن شاء الله ما أكون أزعجتكم شباب. بشكر كل شخص دعمني ببرايم الماضي وصوت لي وجبت هالنسبة من التصويت. كل مرة بقول أنا بحاجة إلكم، بعيدة 100 مرة بقلبي إني بحاجة إلكم وبحاجة لتصويتكم، وإن شاء الله أكون أحسن ظنكم. وان شاء الله رحلتي معكم ورحلتي مع كل شخص بحبني ما توقف بعد خروجي من ستار اكاديمي، لانه حعيشكم لكم بالاكاديمي تبعي وقدم لكم احلى ما عندي. وملكه الزقيف لليله حنان الخضر، بدي اقول شغله للفانز فردا 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 فردا، توقم الجريب. أنا سعيدة عليك يا رب، إن شاء الله السنة اللي جاية تشوفيني زي ما أنت عايزة أنا وأخواتي. ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك أبدا وما أشوفش فيك أي حاجة وحشة. وعايزة أقول لأختي هبة كل سنة وأنت أختي وحبيبتي وأمي، وربنا يخليك ليا، خليك لينا كلنا. وآدم وجوليتا حبايب قلب خالته، ربنا يخليهم لي يا رب وما تحرمش منهم أبدا. وعنان جوز اختي حبيبي، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وداليا اختي وعبد الرحمن طبعا ظهري في الدنيا حبيبي عبد الرحمن، كل سنه وانت طيب. السنه اللي جايه اشوفك حاجه كبيره كده ان شاء الله يا رب، يبعد عنك اي حاجه وحشه.